بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرس جاني لحياة فرتناد كتاب كأبي شجاعة. درس جاني لحياة فرتناد وحو كساب سنية هاي صلاة الجمعة أيو كساب سنية صلاة الجمعة أيو كساب سنية هاي جمعة مركا آد يا آد بيوفض لبضنت هاي مركا إن شاء الله تعالى فضل جاذا يوم حنكو هذا وحياة بضن أو كساب سن أيان كهل دونا لكن سيدي عادة ده إنه هاي وحان حق سينا إنا كتابك كتاب كان يعني أغرينا إنا أنجلينا ونلغوينا إنا كدبنا وان رما يسترينا سيدي أن أول بعادة ده إنه أهان جرتي أو كتبها كله سوى كتاب مختصره سوى شرح إيسا كتبها إيسا شرحي يا كتبها كله أنو أرغنا إنا أي تهينا دم أنك دم يسترنا أيان إن شاء الله تعالى كجاه اللي دونا صلاة الجمعة هي فضل هذا هي وحيابها إتهاينا المسلمين تسميان. فصل وشرائط وجوب الجمعة جمعة واجبتان كذا شرطية ذاته سبعة أشياء تضبوا وحيابها دوي يعني جمعة الروح أيكو واجب يسواه جمعة قفك أي واجب كنا قلنا يسوع أو أما فرض كنت هاي فرض جيد أنا وفرض العين فرض الكفاية ما هو فرض العين قفك أي عين تيس أي أي كو واجب يسوع شروع ذي هذا وحوين وتضبع كو الإسلام إسلام وي روح عن أول بحر هذا إسلام ككجرين صلاة الله جمر ربه يا جمعة أنا هرت حر هذا إسلام كعصاق قالوا مركو كعصاق قالوا شهادتين كقريتان كذا أي صلاة كو وحلاج ربع صلاة تكلنا وحويان البلوغ قنقاد قفكو إنه قنقادي الميرو سبيعة صلاة وتكن كرا جمعة وتكن كرا إن لك أنا وفي عنتها النبي قام أمري أمر أولادكم بصلاة لسبع تضرب مركي جيران صلاة هكسي عادية شنو حسيب برتينو يجو يرب حسيج على دين ساسولي وضربوا عليها لعشر ثمان هدي قارون الصلاة دكتة عنا ما ركت هلا إدبي أيو النبي عليه الصلاة والسلام لكن هدنا واجبكم هاي لا وقفكم حد التكليف وقارو وما ركت قانقاد والنقطة قانقاد نو حلقو النقطة صدق وحابلات بحلقو النقطة وامد وعم ودا دا وقفكم أما ويل هذا جمال هذا شن يتمان سنة قاعدوا وشن يتمان سنة قدام ما يستو وحويان وقان قاعدي بالله هذا هو مكلف والصلاة واجب يكون نقول نساء والجمعة واجب يكون نقول نساء أو ما ركتي تكاليف الإسلام قدام عيال جربا أرنت كلام يسون ده ذا بقاعدين دويل كي احتلامه أما بيدوليو ساسا نلا سومالدو فعرب جو احتلام سومالدو نو بيدولين oo habeenkii markay tahay uu isku junubo gabadhana uu xayd ka yimaado way qaan gaadhay baa leeyda gabadha umba waxa la rabaa xaydkeedu inuu yahay 9 sano iyo wixii ka dambeeya dhiga ka hor ka yimaaday xayd maaha waa iska dam faasida kuma qaan gaadhayso marka buluug waa sidaas calaamadul buluug baa leeyahay waa saddexdaas baa lagu qaan gaadha marka ruux aan qaan gaadhayna ee kuma waajibayso shardiga kalena waxa weeyaan al aqlu waa inuu qofku aqli leeyahay qofku haduu san aqli lahayn takleef ma saarna takleef ma saar wax laga rabo male qof hurda qof miyir la قف مسكح ذا لو جيرو أن حبك لو جين أنت عرضن تكال واحد تكليف أو صارني مجران سلامنا الله جمر ربع الجمعة نكو أجيب ميس مد خلنا وحويان الحرية حرنمة إنه قفك هي قف حر وصن الضان هين الضان كسلادة واجب يكون تاي
لكن جمعه واجبكم هذا انت هره انت هره او اسلام نمدا يا قان غاد نمدا يا عقلك انتاسي وعام بيكو وهي كتاي صلاه او دن بي عام كتاي صلاه او دن اي عام كتاي جمعه يا صلاه كلبا لكن وحا او خاص جمعه شروط خاصة وحاكمة الحرية إنو قفكو قف حرية هدو الدون يهي قفكو جمعكم واجبيس وارك الدون ناو حديث صحيحة اياكو سوار وراي ارنتاس ارنتك لنا وحوين الذكورية لابنمو وانو يهي نن انو يهي وحلويحي هوين جمعة واجبكم اها ويتوكن كران انت يمادين ويكفى إذا سنكران علم غاس خد بضع سيد لغي سنكران وعد لغي سنكران لكن واجبكم معها شردك كلا نوحا ويان الصحة إنو قفك يهي قف عافمات قبا قف عافمات قبا أو جمعة إمات كذا أن كل بونين لكن قف داوة أو عسبتال جيفو أو لقالي أو أما سكال أبوك أن سعون كرينين أو عن عافمات قبين واجبكم معها تأغدن بايسانا وحاويان الاستيطان إنو يهي قف دقن ماشا الجمعة اللي قلتو كان يو قف دقن وإنو يهي قف سعوطة وإنو سنهين وددك سعوطة دا أنا جمعة دو واجبكم معها مركا تضبع العشر دي أي كو واجبتي جمعة دو مركا إني سيدة هذا واجبتي أو فرض العين تهاي وحي كو سقناتي كتابك قرآنك يا سنة النبي قال الله وحي كو سقناتي قرآنك وحاوي سورة نبابا للا سورة الجمعة سورة نو قرآنك إلهي كم ده منزل كا يا بلو بحيي سورة الجمعة للا إن بدنا أي مدى وحي كتك ينبا آيات داس إي كتك ين جمعة يا أيها الذين آمنوا آيات دو حوية شيغيس جمعة واجبتان كذا وآيات السقالات سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا آيات دو حلثة يا أيها الذين آمنوا داتك مؤمنين توهو مؤمن وحل إلى هذا قفك الرمائي وحكست أويتاين الرمائيو أركان الإيمان كو أيوه ريان إيوه وحيا مبضان وأركان الإيمان كسوهوس قلي أركان الإيمان كو أركانتي لكن شعب الإيمان باجرة شعب وكسي فرعمية ودوري تضباطنا والنبي وشيغي بيهقنا وقريبا شعب الإيمان كتاب لنو كسمي مركا انت أسأل روائن للرمائيو مركا داتكا انت الرمائي بوي لخطاب يسا آيادو يا أيها الذين آمنوا داتكا مؤمنين توهو إذا مركي نوديا لويرو لا آذام ويدواق كلماله نديه هذا أما دواقع دلار دواقع يا جمعة دو آذانك إذا مركي نوديا لار دواقع للصلاة صلاة من يوم الجمعة مالنت الجمعة مالنت الجمعة صلاة الجمعة الظهر كأم بلوج يداي ماشي الظهر كجمعة اللي تكن يبلوج يداي مرك لا آذامه فسع وصار ضاء صار نخسر أرض هذا طبتما لكن صار نخسر وهو لهت كلاه هيسان جوجيا فاسعوا إلى ذكر الله ذكر إلهي وخطبة هي الصلاة أكالية أسو الدقدقة وذروا البيع وحيبسك يقنع السجنة كإمادة وكا ما ركتي فرحة كقادة تكامدها لصوحده ميلو البرح في سيدها لصوحده هلقى إمادة مركة تاسوية وان أركي دوناي آذان كاس للشيغيو وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لليهي وآذان كمركو إمامكو صغلا إمامكو مركو منبر كفريستو
آذانك لا آذام وي آذانك لا آذام وي كاس وي كأي آية دشيا جيسو كي النبي عليه الصلاة والسلام أنتي أنولا آذانك لا آذام وي كام بها آذانك لا مجرن آذانك لا مجرن آذانك يا إقامة يا جرت مرك قارك هذا حديثه يو أصعب تمرك كشكان إلا بقى آذان بيكوت المامان لكن لبدا آذان وحويان وآذان كي إقامة آذان كان صدحات إيه كهر رأي انتو سن إمام كسوك قلين وبرقن كيبا لآذان أيو دائرات كأه وحاكود دراي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سيدو الصحيح هين أركنا الدون إن شاء الله تعالى مركا واجبتانك جمعة إني واجبتها آية داس أي كسوك ناطي أحاديث بدن باكو سارورتي لكن ميد أمبان كسو قادنا إنا وحبا مرمنا إنا ديرا إنا وحو النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتهيون أقوام قلو قلوين قلو أقوام وقلوين بل قلوين وإن كوان تومان عن ودعهم كتجتان كودا الجمعات جمعين كأي كتجيان إن تكنين وإن كوان تومان أو لا يختمن الله على قلوبهم أما الله سبحانه وتعالى وحابو الدبول الدونا قلوب تودي قلوب تودا يؤلب دومرك ووعيد حق بدن وعيد يجودي حق بدن ويومرك إن علمذو وحي اسكر عسينه وحي قد حقل وقصو أرارو إنه واجبهين وفرض العين أيهين وحي كالتاقيتان كودا وقصو أرارو قد قاسوين مركا انتاس أي كسو يكو واجبتي مركا واجبتان كيدي بكهلسا داتكا أي كو واجبي سسالة دا انتا لغا صور رابي أنا حديث كان كلا شيء وشروط دي هذا عن شيء نمر كان دليل كذا شيء إنه وحجر حديث وورينا يو أبو داود يا دار قطني يا طبراني يا بيهقي وصحيحة وعلماء الصحيح ذي وكم دي هاي الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وفي الإرواء وكم دي هاي حديث كاسا وحي النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة جمعة حق حق وواجب واجب واجب على كل مسلم مسلم كاستا اي واجب كويا مسلم كمركي ساس لو اطلاقه رقي هاوين ما كالا له وقادة سادر تيدبا والله سو اسس نوضي هاوينك marka hore hadii sa lagu deyn laha waa taqliib baa leeyahay rag iyo haween baa noqon lahayn ala kulli muslimin muslim kasta fi jamaa'atin waliba jamaa'a marka xadiithkan oo aan sheegney aaymada warisay iyo inuu sax yahay waxa ku sugan oo kala cadeynaya salaada jumcada in jamaa'a kali lagu tukan karo oo ayna fardi ka ansaxaynin jamaa'o tirada waa la soo xilaafsan yahay jamaa'adaas waan arki doonaa imaam shaafici afartan way madhabkiisu dad imaam malik waa saddan abu hanifa waa saddex marka waxa ugu weyn ee la qabsaday waa waxa weeyaan wa jamaa'adaas fi jamaa'atin jamaa'a ma hayta hayun baa la soo qabsaday imaam shaafici waan arki doonaa insha Allah ta'ala si tafsiila imaam walba wuxuu haysto iyo ma aragtay wuxuu qabsaday u tiradaas ee u qabsaday waan arki doonaa laakin in jamaa'a lagu tukanayo ayu xadiidku cadeynaya fi jamaa'atin ila arba'atun afar maahane afar qolo oo muslimiinta kamida oo muslimiinti ay ku waajibtay kamida la sheegay ayaa yana waajib ku ahayn عبد مملوك أدون لليهي أو امرأة قف هوينة
أو سبي المرضى لانا أو مريض أما روح بكا روح بكا أو مريضة. وفي رواية أخرى رواية كيسنا وحكم ذا إلا خمسة شن وفيه وحكوك أو مسافر قفص عطاء مرك حديث كاسو صحيح أنا سيداس أي شروط دي هذا عن صور شاقني والشرائد وجوب الجمعة أي أشاقي وإنتي لصور رابي أردن أي كرابي إنتي قفان قان قارين لغا مرابو قفان عقل لهين قان قار كاسو كوهس جرا الدون نمدي لبانتي لب نمدي عافماتكي يدقنان شيه مركا تاسنا انتاسوي تاسنا هي انتاسوي وحبا كل ديران مينو وكفي لانتا انتا سكفاية وي وحكو حيقا كتابك هدان سيوضنو وشرائط فعلها صلاة الجمعة إن لا فلو أو لتكذو فعل كذا إيا فلتان كذونا شروطها يوبا هانتا هين ثلاثة صدح واي أو جمعة إيضنا أقارة وحيا لها جمعة أقارك ما هي تهي تكوبات أن تكون جمعادو إناي تهي ميشا لغو أوغيو أن تكون إناي تهي البلد مغالدا أما ميشا لغو تكنا يا جمعادا لغو أوغيو مصرا مغالا إناي تهي المغالا لديه كرم مغالو أو قرية تولا إناي تهي إما لا رميغا إسكد دقينيهن ماركتا لغو متو كنكرا جمعو قرية أو مصرا إناي تهي قريضة يا مصر حد أيلا ذا هاي أي علماء ذو أي كو حديين أي كو شيغان وحيت هاي وحا أو مصر ليلي مقال ذا وحا وي وصدح وحيا بوض كو ماشاس لدقين هي أما تولى ذا تولى بكا سوقات مقال وين ولا يقاناي وإن إلى هذا هاي سوق أجارة ما السوق هدته كوا كوكا لو حقتان وإن إلى هذا هاي كو وأمير قف حكمة نا وإن إلى هذا هو مدحة وقاض قف وقاضي أو كلا حكمة نا وإن إلى هذا يو غير ذلك أنت ساعة يا أوجي رصاصة علماء تري هل كان ماشي أسوي حيكو قرنت هاي كتابك التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب صفحة ديسا تضباطا يسديد مركا مصرنا انت أسأل لوجه ذا تعريف كذا مركا شروط فعلك تيهر واجبتان كيهيد لكن إن لفلو صد حدا شردية وبهانتا يوحوهي مقال ذا يميش جمعة لقو أوغيا إنا يتهاي مقالو أما تولو وأن يكون العدد ترضى تكليانا وإليهن أربعين أفرتا ومن أهل الجمعة تدتك الجمعة أي كوى جبي سيا ومذهب الشافعية مذهب الشافعية وهي أن كجرنا أفرتا وأن شاقني إمام مالك وحيري ومذهب كيسو قبا صدا إمام أبو حنيفة وحيري صدح مركا ما هي كوكا لسلايسين هدي لسوي ديو ما هي كوكا لسلايسين ما هي كوكا لسلايسين إمام الشافعي عن كسو قادنو إساقا هذا مذهب كي أنه مدنان تيساقا سينينا إن شاء الله تعالى لكن ما تعصب إنه وحي علمي أو شيغينا إمام الشافعي وحولي هاي وهرتب الجماعة يكو أجيب إسايو في جماعة حديث كي باسوغن وإن الجماعة هاي جماعة داسنا وحو يلي جمعة ذي كوباد إلا تكذي جمعة ذي كوباد إلا مدينة اللي قد تكذي وحا أوغي نين لديه جري صحابيها أسعد ابن زرارة أول جمعة وحا يهيد مدى أسعد ابن زرارة المدينة اللي قلتو كذي أفرطن بينها هاي المركة هالك عصوك سوقاتي أفرطنك
حديث كاسو صحيحة أيو كسو قاتي إمام مالك إمام الشافعي ترده واسداس حديث كاس هدي عن شيخنا إساقنا حديث كاس وحال ليدا هذا وحال لقوري كعب بن مالك صحابي قلت له جري جليل كاها وحوها أنه كعب كان وحوها إذا سمع النداء آذان كهدي أمقل يوم الجمعة مالين تجمع هذا ترحم لسعد لأسعد ابن زرارة وحو إلهي النحريس يرحمد أوي الدين جري أسعد ابن زرارة وليه جري إلهي والنحريس فقلت وحان إليبو لي حديثك كورينية له إذا سمعت النداء مر الله مركاد مقشو آذانك يما لنت الجمعة أي ظهرك جمعة ترحمت لأسعد ابن زرارة محاد عاي وصاوي يا شاق قال وحو لي لأنه أسعد أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخمسات يعني وحوها ننك أسعد بن الزرار اللي دا ننك كوباد جمعنا توكيي جمعنا سميي وحانا نوحين مالين تاس أفرتن الحديث كاسو حديث صحيح حسن أيو قاتي إمام مالك إمام الشافعي يقرأ لي هذا إمام الشافعي تاس أيو قاتي مركا جمع هذا أو شردنا يعدد هو شردنا يهل كاس أيو كسلسين مرنا وجماعة مركا وجماعة خاصة أيو ليها تاني إمام مالك وحليه وحبت تاسي شرد معها وأرين إسكند عضيون أفرتنا ويهان لهاين تاسي وحب الشرد معها جماعة على الربا لكن وحولي هاي مر هدي مقالة اللي قلتو كان ايو يساقو وحو قياسي داد ميل تولا رقا يساقو ايمان كرا رقا يساقو ايمان كرا تولا دا تولا نقون كرتا اي اسدافعي كرتا اي بحل كي اسكي علين كرتا اي محانكو الى دا هوش ودا قبان كرتا اي بيره كو قوسي كرتا وحي نقون كرا بول الى صدنين حل كاسو يساقو نكاسو قاتي بقان كي يتولوين كسي اهايان يسيداس ايو كسي إمام أبو حنيفة نوح يدهون وجماعة إيه جماعنا صدح وغير صدح ولقى و وين صدح أهذان أي مكة لوح إليه وين اللبية طبعا أهذان وحين أدليل نيان سدى سورة الجمعة تبع إشي جيسو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة وحي شي جيس عايد داسي سقوا النبغو صلاة جمعة وخطبين يو إن مقالة المدينة وسفر يمد أو سفر كمركو يميل كي يمادنا وشام يميلها كي يمادا أما يمنا دربانا لقراع جري أو سفر كي با يمد أو ضدكي رقي مساجد كي جري جمعة نبقى لقي سنة يأي وضبحين سيدا آيات دبا إتلمام يسو انفضوا إليها وتركوك قائمة أذيقو التاقم بيكاتكين مركا اللبية طبان باسوق ناطيبا ليدا ومبحين جمعة دي مركا مبورين مركا اللبية طبان باوغير قولنا ساس سيدي هذين أذو على كل حال مسألة ذا سنة واسداس مسألة ذا سنة واسداس شردك الصدحان وأن يكون الوقت وقتك وأنه يهي باقيا مدول باقيا وقتك صلاة الظهر وأنه باقي هي وقتك اللي تكوني الجمعة ده وإنه هي وقتك صلاة الظهر وقتك صلاة الظهر نوان كسو حضالي ووحو يا قرح ذو مركي إيلته أو حق لعتانك أما حق قرح دعا أما حق قلباتك إنت بوالا ديك راي حقي ساي إركا برتميس أوغا إيلته إلا لغا قادو الشاي والبهوس كيسو إنو إساقا لأكادو إنتا سوجوغا وقتك صلاة الظهر كا وانان كسو حضالي حديث صحيح أيانا كسو عرورتي انت عسوي وقت جاذو حقيقة مرك الليلة لكن سيدة السنة ايه وناكسن النبي عليه الصلاة والسلام كسوك نعطي وحالتو كان يا أول الوقت وقتك هري 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 مرأة لمرك يقشابة هري ايا لقيتو كان يا وخطبة يلا بلابي
دليلنا وحاوة حديث أنس بن مالك. أنس بن مالك حديث رسولك كورينا يقوليه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها يصلي الجمعة جمعة كيتو كذا حين مركي تميل الشمس قرحض أي إيلاتو مركي قرحض إيلاتو حديث كاسا أقو صحيح سن أقونا صريح سن وليك لو حديث كلو صغير مباشرة أي قول يؤد لشان ينباجر أي ليهن حتى أنت قرحض إيلان نبالتو كنيا لكن صريح كماها مثلا وحكم حديث البخاري ورنا يا سعد سعد سهل ابن سعد الساعدي وكورنا يقوليه ما كنا نتغذى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة من أن ننقذين جرين من أن ننقيل شنجرين إلا جمعة كدب ماهنة مركز سوي حاليا وقت هرأي هاي لكن صريح كماها إني كهر رئيسي قرح هذا إيلا شد هذا كهر أما حديث كلي أنهم أصحابتي كانوا وحيها يصلون كو صلاة الجمعة تكذا وينصرفون قريوا هذه كل عبتة وما للجدران أضلال دربية ذنا يقوى وحد عام حاصة عن لهين وحد قضالك وصن صابحين وحصور دان الدليل صريحة أماها إن لا تكنكروا إنت أنا قرحة إيلا نينك حقا وقتك مركا لأقوى وقتك الظهرك سنضنا أما صدا في عنا وحوي بلوغا وقتك هوري أول الوقت حديث كاس أنس أيانا ماركتي وبخاري ورين أيه يعني حديث كاس حينما ديس إمام بخاري يا أبو داود ترمذي أحمد أبو داود الطيالسي جارودي بيهقي وحصل لهم باورين أيه لكن دي مرد بخاري كجرة وروا عدم ماضي حديث كاس أيه حقا وقتك أنا يا الله قاعدنا أيه حدي أنت هلك وقبحنه وحلي هاي فإن خرج الوقت وقت وحدي وبحه أو عدمة الشروط والشروط لوايو صلي الظهر ظهر بالتكنية ظهر أيوم بالتكنية حق آذانك صلاة صلاة الجمعة آذانك هذا حدين أصول الله بنو واصل عن شيء أذان كوحو أهانجري وقتك النبي صلى الله عليه وسلم وقتك النبي يا وقتك يا عمر إن أبو بكر بن جادة يا عمر هل مرم هل مدن بو أهانجري أما الله أذان كي أقيم الدلو جيدا روادو سيكو سوك العرارين لكن وقتك سيدنا أبو عثمان وددك بطي يا وحو أركي إن ددك البرارو جي انتان جمعة دي بأينا بلابنين مكاسو أذان كاكدري أصحابتنا وحكو إنكري مجرين مركا سداس أيو كن نقضي وح مشروعة حجر النبي عليه الصلاة والسلام دردارن كيسي باكم يدهايد إن سنة ديسا يسنة دو خلفاء الراشدين كيسا لراعو محجر إيجا وح نبي خلافسن من السماين يان دات كان أقوم يريان عن سعيد ابن المصيب وحلقوري وصحاب وحويا ومتابعين وسيد التابعين بالليلة سيد التابعين تابعين تو كل وضوحي أحاين جبال بي أحاين لكن وحلق سكرة عسيا هننك أغو سيد سنا أغو علم بدنا أغو عبادة بدنا وحا سعيد ابن المصيب وريم مدينة سيد عبدالت أدبع مراسي شيسا ووضا صحيح بالليلة سعيد بن المسيب مرسل كيس وحي الى النبي قال يدي سواء حتى صحابي وريي شيغن مرسل كاسا ليلى مصالح الحديث بان سكيرها قليلنا مركا سعيد بن المسيب مراسيش سودان ودا صحيح بالليلى مركا وحي كتسنيسا مقام كيس اي كتسنيسا عن سعيد بن المسيب وحا لغا وري انه قال انه يدي كان وحو اها الاذان أذانك يوم الجمعة مالنت الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتك رسولك وأبي بكر وعهد أبي بكر أبي بكر وقتك سي ومسلمين تحكمي وخليفة رسول الله ياها إيو عمر إيو وقتك عمر آذانا واحدا هل آذان أمبوها وإمامكم مركي وصوق لأه معانكو إلى ومنبرك كفرست حين يخرج الإمام إمامكم مركي وصوبح إيان الآذان جري
فلما مركي كان وهذا الزمان عثمان وقت جي عثمان ومسلمين تحكمي وأمير المؤمنين كأه مركي لسوق عري وكثر الناس ضدكنا عيبتين فزاد وحكر لي سيدنا عثمان الآذان الأول آذان كهر أي كوكر لي وحنا أقول لي ليتهيئ الناس ضدك سعي أديار جروبان الجمعة جمعة يقديار جروبان مركو تاسنا انت اسوي سدا ساي ساي كوتاي ماركا انت اس ايان درسي كوبات كو جوجينينا او شرائط وجوب الجمعه وشرائط فعلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.